يلا بينا نبدأ مع بعض على طول حلقة جديدة وبرنامجنا اللجنة وامتحان جديد. امتحاننا النهاردة الحقيقة من الامتحانات اللي أنا مبسوطة أن أنا هعملها. امتحاننا النهاردة مع واحدة من أهم المطربات الشعبيات في مصر، مش بس في العشر سنين اللي فاتوا بس، لا ده في تاريخها أو على مدار تاريخها كله، الجميلة المصرية أمينة. كل سنة وانتي طيبة حبيبتي يا غدير، ربنا يخليكي، وكل سنة وانتي طيبة، وكل سنة وجمهورنا ومستمعينا بكل خير يا رب. أمينة، تفتكري وقت الامتحانات ووقت رهبة الامتحان؟ خلينا نبتدي من المدرسة. وقت المدرسة كنت بتبقي خايفة؟ لا، هو وقت المدرسة هو مش خوف، أكتر من انتي عارفة اللي هو بتدوري ورا هدف، هدفك ان انتي تحققي اللي عايزه والدتك وأبوكي، مش حتة النخوف، لا هو كان ان انت بتذاكري قوي وبزبطي نفسك قوي وبتخش الامتحان تجيبي سكور وتطلعي تقول لهم بصوا انا عملت عشانكو، فما فهو ده الموضوع اللي هم عشان بعد كده انت عارفة ان هم هيجيبوا لك هدية، هيعمل ايه رد الفعل، مستنية رد الفعل. طبعا الواحد كان صغير وكانت عقلته صغيرة غير دلوقتي خالص، غير لما كنا عرفت ليه هم علمونا، ليه هم كانوا بيجروا علينا، ليه حاجات كتير قوي. طبعا طبعا عايزة ابني واحسن مني كمان يا رب دايما يا رب. ولادك الاثنين عمر ويوسف. قولي لي أمينة، كان ليكي طقوس معينه لازم تعمليها في ليله الامتحان؟ ليله الامتحان كنت بقعد اذاكر من حوالي من 7 او من 6 مثلا، قبل كده كمان لحد الساعه 12، وبعدين انام شويه، وبعدين اصحى الساعه 4 الفجر لحد الامتحان اذاكر. يا نهار ابيض. طب وفي حاجه كنت بتتفائلي بيها؟ كنت بتفائل بوالدي كل يوم، ان كل يوم بيفتح القرآن كده الصبح، وبصي بحس ان انا يوم جديد والقرآن شغال، وبعد القرآن نهارك سعيد، النهاردة معانا واليوم هنعمل كذا، حاجات كده، فتلاقي الدنيا ماشية معاكي في تفاؤل في فرحة، رغم ان انت مش اكتر من انك بتسمعي المذيعة أو المذيعة اللي بتتكلم ديت، وبتتخيلي إن هما بيمثلوا يوم جميل داخل عليكي. بس فده لوحده كان حاجة تانية خالص، كان جديد وجميل. جاهزة لامتحاننا النهاردة ولا مش جاهزة؟ إن شاء الله زي الفل. أنا مذاكرة بقالي شهر وشارية ملازم وسلاح التلميذ والأضواء والدنيا خربانة. طب نروح لفصل ونرجع نمتحن أمينة ونشوف بقى، يعني بص داخلة بقلب قوي، ما نشوف في الامتحان هتعمل فيه النار. يلا نروح فصل. رجعنا لكم مرة تانية وهنبتدي مع بعض حالا أسئلتنا وامتحاننا لأمينة. جاهزة؟ إن شاء الله. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية: بتضايق لما ألاقي حد لسه بيقول لي أمينة حنطور. صح وغلط؟ غلط. لجأت لإجراء عمليات التجميل مرة واحدة في حياتي. طبعا. اللي هي لسه السنة بعد الولادة على طول. سناني أقول سناني. كان من حقي اعمل سناني، انا يعني مصر كلها عملتها، وكل ما حد يتكلم احس ضبه ابيض كده، ولا اشمعنى دي ضبها ابيض ولا لا. لو جمعني فيلم او مسلسل مع بوسي ساشترط وضع اسمي على التتر اولا، صح ولا غلط؟ بصي انا ما بحبش النوعيه دي من حطه الموقف. اولا لنا ولا بوسي، مع احترامي ليها، ولنا ولا بوسي وصلنا لمرحله مين فينا يحط اسمه الاول، ده بسم الله الرحمن الرحيم واحد. ثانيا احنا الاثنين صحاب. ثالثا في مشروعات حوالينا بيتكلموا، يعني كراود كده بيتكلموا ان احنا ممكن نجتمع انا وهي في عمل، يا ريت. تمام، انا بقول لك اهو ده رابعا بقى، وده الاهم، العمل يثبت نفسه. صح. ما انا ممكن ابقى معاها في موضوع، انت معايا، وممكن انا اكون بمثل جامد قوي وكل حاجه والمنتج يقدرني. صح. فيروح قايل ايوه امينه تك، وممكن ابقى انا وهي الاثنين فنتحط على لاين واحد، والله ما يبقى في اي مشكله. مفيش مشكله. واي حد، بصي يا غدير انا عايزه اقول لك على حاجه، الناس اللي بتخلق الفجوه اللي بين الفنان والتاني، صدقيني المنتجين، اسمعني بقى، المنتجين والناس اللي حواليك اللي المفروض صحابك، صحابك وصحابها،
عارفه انت لما يكون حد عاوز يطبل للتاني فده يطبل يقول لها اصل هي بتقول أيوة الناحيه الثانيه اصل هي بتقول وهم اللي بيقولوا اصلا يعني ما طب انتوا بيوشين وحاجه ما يعلم بيها الا ربنا ربنا يبعدهم عننا بجد ربنا يبعدهم بجد بجد هنروح لاختار الاجابه الصحيحه من بين الاقواس بعد رامي عياش وهشام الحاج المطرب اللبناني اللي نفسي اعمل معاه الديو الجديد هو راغب علامه عاصي حلاني وائل كفوري بالنسبه ديو جديد ما هو انت كده لا ده انت صعبه قوي ده الثلاثه جامدين اخر اولا وائل كفوري ده انا بعشقه كل حاجه مش عارفه اقول لك ايه عاصي الحلاني ده فارس الاغنيه مش عايزه يعني اقول لك قد ايه هو شيك وقد ايه جميل وقد ايه لما نتقابل بيرحب بيا جامد جدا راغب علامه بقى وده اللي انا في ليالي التلفزيون وجيل اول مره في مصر وسمعت منه اشتقنا لك اشتقنا لك اللي بعدك غير حالك حن علينا حن علينا استنينا استنينا وورنا وريح حالك انت في ليلنا يهل هلالك اشتقنا لك الله عليك لا بس عايزه اقول لك حاجه بقى دلوقتي وانت بتغني دلوقتي غنيتي اغنيه لراغب علامه بس باحساسك طبعا هو امين هو وقلب عاشقها والعيون هويتها واهلها ما يردون وكل ما اشتاق اليها حاجه بنت لعيبه يعني ده راجل يعني يا لهوي بس المشكله ان هو هيطلع احلى مني برضو في الكليب حاجه غريبه قوي يا عمر ده حبيب قلب الناس كلها راغب علامه طب خلينا نروح للسؤال اللي بعده معايير اختيار المطربه الشعبيه رقم واحد من وجهه نظرك الاعلى اجرا الاكثر طلبا في الافراح الاكثر مشاهده على اليوتيوب هو كله متصل ببعضه بس انا بقول ان انا بقول الاعلى لا هو الاعلى اجرا بالنسبه للموضوع الايام دي ما اعتقدش عمر ما هيتحط حافز خالص انما في الافراح لازم هو ده اللايف يوتيوب انا اسفه بالكلمه يعني ما تزعليش مني اليوتيوب هو اللي بيكسب مش انا عايزه ابقى افراح يا باشا انت ايوه انت شغلني افراح مش هقول لك لا هنروح على غيابك عن دراما رمضان سببها ضعف نظر من المنتجين والمخرجين رفض زوجي لأكتر من سيناريو تعرض عليا الفترة الأخيرة أولادي عمر ويوسف لا هو يعني بصي في حاجتين متصلين ببعض جدا 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 أولا ضعف نظر بعض المنتجين وبعض المخرجين تاني حاجة ودي المهمة بقى ان انا جوزي كان مش بيرفض السيناريوهات كان بيرفض الدور اللي معروض في السيناريو لان الدور ما ينفعش الامينه وانا انا عن نفسي عايز اكبر فلما ابني يتفرج او مراته او سيان يعني ربنا يكرمنا يعني واشوفه عريس قد الدنيا وعرسان قد الدنيا حتى اصحابهم يقولوا مامتكم محترمه بس مش اكتر احنا ما عندناش اكتر من كده يعني هنروح لاكمل العبارات التاليه اخر اغنيه سمعتيها وقلتي عليها ايه الحلاوه دي فقوي في اخر اغنيه دلوقتي مش هتصدقيني ايه اغنيه مش مهم بتاعت بوسي شفتي ايه رايك بقى هنروح عشان بس الناس اللي بتطبل تبطل بقى تطبيل الله يخليكوا يعني هو انا بقول اهو ايه معلش محمد نجم بالنسبه ليا هو مدرسه مدرسه وتعلمت منها كتير لان انا عملت معاه اول مسرحيه وانا عندي 15 سنه وداني دور واعتمد عليا بحاجه الحمد لله رفعت راسه فيها يعني. اكتر صفه بحبها في جوزي الجدعنه واكتر صفه بكرهها العصبيه فظيعه فظيعه مش ممكن من النوع اللي بتمتصي الغضب بعد كده لازم امتص الغضب عشان ما فيش حاجه تتطور لاكتر من كده يعني واحد لازم عارفه اللي هو ايه خليك بارد كده احنا امتحنا خلص وكل الاسئله جاوبتي عليها بجد شرفتيني ونورتيني على راديو الثاني ربنا يخليك يا غدير كل سنه وانت طيبه كل سنه على مستمعينا وكل الناس اللي بتسمعنا بكل خير يا رب و90 90 بكل خير ودايما متالقه يا قناه يا جميله وبقول لك دايما كده مشرفانا ودايما مغطيانا ودايما عامله لنا حاجات كده حلوه كتير وبتخليها تخلي الناس اللي بتحبنا يسمعونا على طبيعتنا ويا رب ابقى تحت حسن ظن الناس اللي بيسمعونا
انا بشكرك ورمضان كريم. وكده خلصت حلقتنا النهارده، كنت معاكم غدير حسين، وبجد كانت مشرفاني النهارده على الراديو النجمه الجميله المصريه الاصيله امينه.